بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيك في فيديو جديد. اليوم راح تندل معاي على توزيعة اختبار اختراق تختص أو هي مناسبة للأشخاص اللي حابين يشتغلوا في مجال اكتشاف الثغرات أو اللي لسه بيتدربوا في المجال، كانوا مبتدئين أو كانوا خبراء. التوزيعة اليوم يعني رائعة، موجودة منذ زمن طويل أكثر من 9 سنوات ويتم التحديث عليها بشكل دوري، ولكني لم أجد شخص يتكلم عنها بالمحتوى العربي. فاليوم راح نتكلم عن توزيعة ساموراي فريم وورك أو ويب بنتستينج فريم وورك. هاي التوزيعة رائعة جدا، جاهزة فيها كل الأمور واللابات اللي ممكن تختبر اختراق عليها أو تكتشف ثغرات في تطبيقات الويب، وجاهزة لكل ما يمكنك يعني خلينا نحكي تخيله أو تصوره في المجال، وبتقدر تسطب عليها بورب سويت وراح يكون موجود، وعليها كثير كثير من السكريبتات اللي ممكن تستخدمها في هذا الموضوع، أو ممكن تحولها للاب تختبر فيه اختراق عن طريق الكالي لينكس على الأمور اللي موجودة فيها. تعالوا نتعرف عليها بشكل أفضل. طبعا اسمها ساموراي، موجودة من زمن طويل، مش من هون راح تقدر تنزلها. طبعا وجب التنبيه انه النسخة الموجودة منها فقط بتشتغل على الفي ام وير، ولكن احنا ما في شيء بيصعب علينا. اليوم راح اجيب لكم الطريقة، في ام وير طبعا سهل تنصيبها عليه، ما راح اشرحه، راح اجيب لك طريقة تنصبها على فيرتشوال بوكس. اوكي، فاثقل معي شوي. راح ننزلها من هون من سورس فورج. اوكي، لا عفوا احنا غلطانين. اوكي، ساموراي ويب تيستينج، ايوه اوكي، من هون تضغط على داونلود. اثناء عملية التنزيل تعال افرجيك اعلان بسيط. انا اسمي سيف مخارزة، انا مدرب ومستشار في مجال السايبر سيكيورتي وكل ما يخص الامن السيبراني. بقدم خدمات كبيرة في المجال، منها التدريب، وعندنا الكثير من الدورات. اللي حابب يتعلم اكتشاف ثغرات، عندنا دورة اختبار اختراق تطبيقات الويب، عندنا دورة اختبار الاختراق على مستوى السيرفرات مثل الموجودة في البنوك والشركات، دورة جمع المعلومات والاختراق بالطريقة الاستخباراتية، ودورة جمع المعلومات والإنترنت المظلم للصحافة والأجهزة الأمنية. هذول الدورتين بيساعدوك إذا كنت شخص بدك تشتغل مع الأجهزة الأمنية مثل المخابرات أو الجيش أو فرق مكافحة الابتزاز في العراق، او كبرايفت انفستيجيتور يعني محقق جنائي خاص، بحيث بتتعلم من خلالهم كيف تخترق المجرمين، تتبع مواقعهم، تخترق حساباتهم في السوشيال ميديا، تكشف الجرائم الالكترونيه، تتبع ارقام الهواتف، تتعرف على الانترنت المظلم وكيف تطلع تسريبات بتخص الدول من خلاله، وكثير كثير امور اخرى. وطبعا دوره اختراق الجوال. اللي حابب يشترك او يستفسر عن دوراتنا يتواصل معي في واتساب او تليجرام في رقم الموجود اسفل الفيديو بالديسكربشن، او على اي حساب من حساباتي في السوشيال ميديا، واللي كل هالمعلومات بتلاقوها في الوصف الخاص في الفيديو. نرجع لموضوع اليوم. بعد ما تنزله راح تلاقي معاك ملف بهذا الشكل. اوكي، انا نقلته هون عندي على الدي بشكل جاهز، اللي هو ساموراي. اوكي، خلينا نحذف الملف اللي هون، ما في مشكلة. راح يطلع معاك ملف مضغوط، اعمل له اكستراكت اول، نزله بهذا الشكل ما في مشكلة. بعمل له الان فك ضغط بكل بساطة. تمام، الملف اللي هون اللي هو المضغوط احنا الان فكينا ضغطه. لما نفتح هذا الملف راح تلاقي هذا الملف بداخله ساموراي دوت في ام وير بهذا الشكل. طبعا لسه قاعد بفك ضغط الملفات. راح نتعرف من خلاله انه راح يطلع معنا اكثر من ملف فيرتشوال ديسك، اللي هو فيرتشوال ماشين ديسك فورمات. اوكي، واحنا ما بنقدر ننصبهم كلهم بالطريقه العاديه، خلينا لبين ما ينتهي نروح لفيرتشوال ديسك او فيرتشوال بوكس عفوا، ونجرب نمشي في الموضوع ببساطه. بتعمل نيو فيرتشوال ماشين، بدي اخذ اسمها من الملف زي ما هو بهذا الشكل زي ما هو، ما في مشكلة. طيب نلصقه هون. طبعا نظام لينكس مبني على كوبونتو هو، ولكن مشيها انه على اوبونتو. اوبونتو هذا لوبونتو. اوكي، احنا بدنا اوبونتو 64 بت. اوكي بهذا الشكل تمام. بتروح لنكست. اوكي عفوا، هل في مشكلة؟ اوكي خلينا نوديه على الدي ما في مشكلة. اذر ذا بي سي على الدي هنا ما في اي مشكلة، ومنروح لفيرتشوال بوكس، او خلينا بنفتح له ملف خاص فيه ما في اي مشكلة اصدقائي.
في بوكس. طبعا انت لا تعمل زي ما انا بعمل هون، انا عشان بنقر على الدي افضل الي، ولكن انت اذا بتعمل هاي الحركة ممكن ما تخلي باقي خلينا نحكي الماشينز اللي عندك انها تتعرف عليه. تمام، روح لنكس، نعطيه 2 جيجا رام كافية، ولكن انا بدي ازيدها لأربعة، عندي مجال ما في مشكلة، خلينا نخليها 2 سي بي يو. اوكي، طبعا بعتذر عن اي صوت ازعاج. بنستخدم دو نوت اد ا فيرتشوال هارد ديسك. اوكي، بالمره ما بدنا نضيفه حاليا، كونتينيو ما في مشكله. طيب بنروح للاعدادات، بنظبط اعداداته بشكل بسيط، ادفانسد باي دايركشنال، انه نقدر ننسخ ونلصق من خلاله معلومات، كونه راح نشتغل كمكتشفين ثغرات راح نحتاج هاي العمليه. بنفعل النتورك، بنقيم الفلابي، وبنطلع الهارد ديسك فوق لثاني شيء. اوكي بهذا الشكل، بس طبعا احنا هيك صار عندنا مشكلة. كنسل. اوكي ما في مشكلة، نعيد الموضوع. باي دايركشنال بيسك سيستم بهذا الشكل. اوكي، نقيم الفلوبي، بنشغل النتورك، وبهذا الشكل امورنا طيبة. نتأكد من باقي الامور. اكسلريشن تمام، بتفعل 3D Acceleration عشان تشوف الجرافيكس. الستورج ما بتضيف عليها اي شيء ولا بتعدلها حاليا. النات بتخليها شغالة على هذا النوع من الادابترز اللي هو البي سي نت فاست، وهذا الشيء بتفعله على كل اللابات عندك افضل، وبحل لك مشكلة عدم الاتصال ما بينهم. احنا هيك ما خلصنا لسه اصدقائي، اكيد الان خلص عملية خلينا نحكي النقل. عندنا الان الملف المضغوط، بنحذفه ما في داعي، بنفوت لهذا الملف، وخلينا نحكي بناخذ هذا الملف كات. وين الملف اللي فعلنا فيه الفيرتشوال بوكس؟ لا مش هون. وين في بوكس ماشين؟ اوكي ساموراي، نفتح ساموراي وبنلصق الملف اللي بدنا اياه هون. تمام، خليه ينهي العملية. اوكي العملية انتهت بكل بساطة. الآن بتروح للفيرتشوال بوكس، بتروح للإعدادات، لسيستم أو عفوا لستورج، وبتضيف هارد ديسك جديد اللي هو في نفس المكان اللي انت بدك اياه، واللي هو اول واحد بينهم اللي ما في عليه الا الترقيم اللي هو دي 1. اوكي تشوز بكل بساطه. اوكي طبعا المحاضره هاي مش بس لتعليمك كيف تنصيبه، راح نتعرف عليه، ولكن هاي الامور اللي بنشغلها من خلاله على فيرتشوال بوكس بدون اي ايرورز او مشاكل. تمام، انا يعني بحب اساعدك صديقي، مش اعطيك شويه معلومات عنه وانا منصبه اوريدي وانت بعدين تضيع وما تستفيد من شرحي ابدا. وطبعا بعتذر عن كثرة الإعلانات أحيانا في فيديوهاتي عن دوراتي المدفوعة، ولكن أصدقائي هذا هو مصدر دخلي بالنهاية. أنا مقدم كثير دورات مجانية في المجال، تقدروا تشوفوها بأنفسكم هون، اللي هي دورة لينكس وعليها شهادة مجانية، دورة اختبار الاختراق في مدة ما يقرب من 5 ساعات وبرضو عليها شهادة مجانية، ومحتوى يزيد عن 187 فيديو مجاني في المجال، منهم دورات بتروح لقوائم التشغيل بتكتشفهم. ومن خلال هذا الموضوع بإمكانك أيضا تروح بكل بساطة لصح المقبلات في موقعنا، بتلاقي هون دورات مجانية كثيرة في المجال بتشوفها، إذا عجبك طريقة الشرح تقدر تشترك معنا في الدورات. تمام، هاي هي واجهة التطبيق، خلينا نلعب شوي في الفيرتشوال سكرين لحتى يعني نشوفها بشكل أفضل. لا هيك كثير كبير، ما في مشكلة، يعني خليك بالك انه هاي التوزيعة كانت موجودة من أكثر من 10 سنوات، فبالتالي راح يكون في شوية أمور. الآن أول شيء بدك تقوم فيه يا صديقي، وأنا مش محتاج إني أقوم فيه حاليا ولكن بدي أورجيك إياه، لديفايسز، وبتعمل انسيرت جست اديشن سي دي ايميج. أوكي عشان نخليه مطابق ومناسب للفيرتشوال بوكس. ننتظر شوي يطلع لنا إشعار هون. اوكي طلع معنا ما في مشكله. بتروح للتيرمينال ببساطه، بالبدايه بتعطيها صلاحيات الروت، طبعا كلمه السر راح تكون ساموراي. اوكي بهذا الشكل احنا تمام. الان في البدايه بتعمل ابديت، ابجيت ابديت، وبعدين ابجريد، لا تنسى ابدا. تمام، بعدين بتروح ل خلينا نروح لميديا بهذا الشكل الاس. اوكي احنا هيك راح يكون عندنا تمام ساموراي الاس ما في شيء. طيب نرجع الاس داش لا، كل الملفات اللي موجودة هون ما في مشكلة. طيب اوكي ما في مشكلة، بدنا نتعرف وين أضف لنا الملف اللي بدنا إياه. devices insert
ننتظر شوي نشوف الإشعار مرة أخرى. طبعا تصميمه جميل يعني نوعا ما، ما في مشكلة يعني، بديش أحكي جميل من ناحية الجمالية والشكل، ولكنه قريب من ويندوز 7 يعني، بذكرنا في أيامه. أبليكيشن أوكي. طيب خلينا نروح للملفات نفسها، عفوا مش من هون. تمام، كمبيوتر هوم، افتح لي الملفات. اوكي، في بوكس اللي موجود هون. بكل بساطة ميديا ساموراي، ايوه بتلاقيها على ساموراي زي ما كنت متوقع. طيب ما في مشكلة. نكتب هون بالتيرمينال سي دي، نضيفها هون بكل بساطة، فتحها معانا. الآن ls بتلاقي عندك هاي الملفات. تمام، run as root بكل بساطة، تكتب باش عشان تشغل هذا الملف بهذا الشكل، وبيشتغل معك العملية وببلش يضيفها، بيظبط يعني بيظبط لك الموضوع كامل. طب تعالوا نكتشف التوزيعة. التوزيعة مليانة أدوات أصدقائي. تمام، عندك على applications، graphics، internet، عندك كان أكثر من متصفح، كل شيء قد تحتاجه في هذا المجال، بورت سكانرز، ويب براوزر، كروم، فايرفوكس، كل هاي الأمور ببساطة. ولكن هاي الأمور بيسكس يعني، أنت مش راح تنزل توزيع عشان هاي الأمور. فنرجع هون، ما في مشكلة. ساموراي، لا احنا هيك غلطانين. ساموراي، مابينج، ريكون. أول شيء ريكونسنس اللي هو جمع المعلومات، المابينج اللي هو التخريط يعني، هذا الترجمة الحرفية للموضوع، ولكنها معناها كيف ترتب معلوماتك بشكل. احنا تكلمنا عن هذا الموضوع على شكل تقرير يقرأ، بحيث تخليها تشيك ليست، تعرف ترتب معلومات اللي موجودة عندك. الديسكفري، الاكسبلايتيشن، والتارجتس. يعني في الاكسبلايتيشن الجنرال جي او اي شيل جادنس بهذا الشكل. لو رجعنا للاكسبلايت، البايلودز اللي موجوده عندك، بيسك شيل فور بي اتش بي، اي اكس بي اتش بي شيل. هاي الامور طبعا انت قادر تضيف كل الادوات اللي انت بتحتاجها، فبتخليها بمكان واحد بحيث هاي البيئه تكون شغاله فقط لايش؟ لاكتشاف الثغرات. بعدين صديق النظام جدا خفيف ورائع، بتحمله جهازك لو كان خفيف. فالاشخاص اللي مفكرين حالهم مضطرين ينزلوا كالي لينكس ليكتشفوا ثغرات غلطانين. اذا عندك حاسوب ولو كان ضعيف عادي بتمشي امورك بدون اي مشاكل. سكيو ال اكس اس اس ايضا باقي الامور. لو رجعنا هون تارجتس، مثلا عندك بيسك كوماند انجكشن اند سكيو ال سي تي اف لايك. اوكي طيب، لو رجعنا لهون تعال نشوف اللابات مع بعض. مثلا دي في دبليو اي اللي موجوده هون، خلينا نفتح المتصفح عشانها. شغل لك اياها بكل بساطه، بتسجل دخول لدي في دبليو اي وبتبلش تختبر نفسك على لابات موجوده بدون اي حاجه لعمل كونفيجريشن من البدايه. طيب لو رحنا مثلا بدنا اللي هي بي واب، ايضا بي واب متاحه بكل بساطه، لوجن، وطبعا انا بده يوزر نيم، طبعا قلنا الباسورد اللي هو روت. انا قاعد بقول لك الولد سيرفيس ما بدنا اياها، ما في مشكله. بتسجل دخولك ببساطه وتبلش تكتشف ثغرات. وطبعا في العديد العديد والكثير من اللابات الاخرى، هنا المالتي ميديا، السيتنجز، اليوتيليتيز، سكيول كلاينت، تقدر تسطب عليها كل الادوات اللي انت بحاجه لها، كل الامور اللي بتستخدمها في المجال، وبتخلي بيئه العمل هاي مفصوله وبتبلش تكتشف ثغرات. وبامكانك طبعا تفتح بورد سويجر في اي وقت. بدي اتاكد هل بورب سويت موجود، اذا مش موجود عادي بنصبه بكل بساطه. بورب سويت موجود، هاي النسخه الفري بدون اي مشاكل. خلينا نشوف هل فيها باجز او اي شيء. طبعا نقدر نظبط موضوع الفيو عن طريق عمل سكيل او اي شيء اخر ممكن، والموضوع ان شاء الله ما يعني ما بنواجه فيه اي مشاكل اذا بنكبر الشاشه. فول سكرين مود اوكي. ما بقدرش اعدل هون. ريكوردنج ادجست ويندو سايز اوكي بهذا الشكل، وممكن تخليها ببساطه السكيل مود سويتش، كبرها بهذا الشكل، بخلي لك اياها بهذا الشكل. انا عارف انه هيك مش واضح، بس بتضلك تشوف اعدادات الفيو بتظبطها يعني. انا ممكن من داخل النظام، خليني اجرب من داخل النظام اني اسويها يعني، الوضع هيك مزعج، خليني اطلع منه. اوكي السكيل مودز انا ناسي كيف اطلع منه حاليا، ولكن مش موضوعنا.
بقدر ابحث على جوجل. بس خلينا الان نروح للسيتنجز. انا عارف انه عيونك الان تم ايذائها صديقي، ولكن ادفانس سيتنجز، لا بدنا السيتنجز العادية، سيستم سيتنجز، اوكي ديسبلاي بهذا الشكل، سكرين لوكر، لا ديسبلاي كونفيجريشن. وين الكونفيجريشن في الموضوع؟ تعال نكبرها. اوكي فيرتوال ديسك، ولكن ما في اي شيء اقدر اعمله. سكرين لوكر، اوكي لما الاقي الطريقه ان شاء الله راح انشر لكم اياها اصدقائي. انا حبيت اراجع معكم التوزيعه وهي جدا خفيفه ورائعه. انت لا تضلك يعني انت بدايه المجال، ممكن المناظر هي اللي تغرك، ولكن صديقي اذا جهازك ضعيف او امكانياتك مش عاليه لتجيب جهاز قوي او تستاجر ار دي بي، فهاي التوزيعات هي طريقك، لانها خفيفه جدا وعلميا افضل لانك تكتشف ثغرات من خلالها. بتنزل عليها فقط الادوات اللي بدك اياها وانتهى الموضوع، تمام؟ وطبعا انتاجيتها جيده، يعني قادر من خلالها تاخذ نوتس، قادر من خلالها هي مثلا عندك هذا التكست اديتور اللي هون، تاخذ صور، تعمل تقارير، بتقدر تنزل عليها اكثر. يعني خلينا نحكي اللي هو برنامج عمل التقارير، بعرفش اذا حاطه على سطح المكتب، راح اتذكر اسمه. اوكي بهذا الشكل اللي هو اوكي اي دراو مايند، بهذا الشكل بتقدر تنزله ومتاح عليها. الى هنا انتهينا اصدقائي، ما راح نزيد اكثر من هيك. كان معكم سيف مخارزة، مع السلامة.